إذا مشاهدينا تعليق على الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الحقوقي اليمني الأستاذ محمد الأحمدي. أهلا بكم إلى استوديو الرافدين. أستاذ محمد، كيف برأيك يفسر الصمت الدولي إزاء الانتهاكات الإنسانية المرتكبة بحق النشطاء والمدنيين في اليمن؟ مساء الخير. في الحقيقة أخي العزيز، للأسف الشديد منذ انقلاب الميليشيا الحوثية في اليمن في سبتمبر 2014 عملت هذه الميليشيا على عسكرة كل مظاهر الحياة ومارست القمع الرهيب بحق النشطاء وحق القوى السياسية والصحفيين ووسائل الإعلام، بل وحتى بحق المجتمع. وكان هذا القمع يأخذ أشكالا ولا يزال أشكالا متعددة، بدءا بالإعدامات الميدانية والقتل والاختطاف والاعتقالات التعسفية والزج بآلاف الضحايا داخل معتقلات وشبكات سجون سرية تابعة للميليشيا الحوثية وتمارس داخلها شتى صنوف التنكيل والتعذيب حتى الوفاة. هناك عشرات الحالات تمت تصفيتهم بالتعذيب الشديد داخل السجون. للأسف الشديد منذ 4 سنوات أيضا الناشطون والمنظمات الحقوقية تتحدث عن هذه الانتهاكات وتحذر من مغبة استمرار ميليشيا الحوثية في إهدار حقوق الإنسان على هذا النحو، لكن للأسف الشديد هناك صمت دولي واضح، وهناك أحيانا تمديدات على استحياء. ربما أن بعض الفاعلين الدوليين يحاول يعني ممارسة سياسة التدليل بحق الميليشيا الحوثية، بما في ذلك حتى للأسف الشديد بعض الوكالات التابعة للأمم المتحدة وتتعامل مع هذه الميليشيا بنوع من التدليل كما أشرت، الأمر الذي شجعها على المضي في مزيد من الانتهاكات والقمع. ربما هناك حسابات سياسية معينة لبعض لبعض هؤلاء الفاعلين الدوليين، وأحيانا هناك خلط بين الملف اليمني والمأساة التي جلبتها ميليشيا الحوثيين بانقلابها على الدولة وممارسة الانتهاكات على هذا النحو، بين أيضا سجل الانتهاكات للأسف الشديد لبعض الأطراف الإقليمية التي تدخلت في الشأن اليمني، وأتحدث تحديدا عن الإمارات والسعودية. للأسف الشديد هناك خلط وهناك محاولة. نعم، أيضا هناك تقرير صادر أستاذ محمد، صدر تقرير من المرصد الأوروبي المتوسط لحقوق الإنسان تحدث فيه عن الانتهاكات التي تجري بحق المعتقلين، وأيضا هناك محاكمة ل 36 يمني من بينهم معارضون صحفيون ناشطون حقوقيون. هذا التقرير بماذا يساهم في توضيح الحالة اليمنية، وكيف تقيم هكذا تقارير تصدر من المراكز في الحالة اليمنية؟ في الحقيقة التقرير الذي صدر عن المرصد الأوروبي المتوسط الأخير هو يسلط الضوء على جانب من هذه الانتهاكات وهو ما يتعلق بالتعذيب، تعذيب المختطفين في سجون ميليشيا الحوثيين، وتحدث أيضا أو تطرق إلى مسألة محاكمة 36 ناشطا وصحفيا في سجون الميليشيا الحوثية، بعضهم أيضا أكاديميون في الجامعات تعرضوا لصنوف التنكيل والتعذيب. وتحاول الميليشيا الحوثية في الحقيقة من خلال المحاكمات الصورية التي تقوم بها بين سيناء وأخرى إلى محاولة غسل جرائم الانتهاكات التي طالت هؤلاء الضحايا، وهي بطبيعة الحال دائما تتخذ من مزعوم التعاون مع ما تسميه العدوان أو التحالف العربي ذريعة لممارسة القمع والتنكيل بحق هؤلاء الضحايا. هؤلاء الضحايا كانوا قد مثلوا من قبل أمام المحكمة الجزائية الخاضعة لسيطرة الميليشيا الحوثية، وهي في الحقيقة محكمة أصلا غير دستورية وتمارس نوع من القمع، أو كانت تستخدم كأداة من أدوات القمع، والميليشيا الحوثية تستخدم هذه المحكمة أيضا لإسكات أصوات الناشطين، وتحاول من خلال تقديمهم للمحاكمة إلى غسل جرائم الانتهاكات التي طالتهم، ومحاولة الظهور كأنها سلطة الدولة، بينما هي في الحقيقة تظل جماعة متمردة وميليشيا تفتقد إلى القيم السياسية والقانونية لوجودها أصلا في المجتمع ولوجودها حتى في السلطة وتغولها في مؤسسات الدولة. نعم، الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي طالت المدنيين، طبعا أوقفت المساعدات الإنسانية. هذا الأمر ربما تسبب بتفشي وباء الكوليرا، مساعدات إنسانية حوالي 500,000 جرعة لمحاربة وباء الكوليرا. إلى أي مدى ستؤثر الانتهاكات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي على الوضع الصحي في اليمن؟
يا أخي العزيز، هذه الميليشيا لا تتمتع بأي حد من الشعور بالمسؤولية الأخلاقية والإنسانية والسياسية تجاه المجتمع. هناك كثافة سكانية كبيرة في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية، وللأسف الشديد إطالة أمد الصراع ودخول بعض الحسابات السياسية لبعض القوى الإقليمية التي تدخلت في الملف اليمني سمحت لهذه الميليشيا بممارسة، معذرة، هذا الاستمرار في ممارسة هذه الانتهاكات وسياسة العقاب الجماعي للسكان الواقعين تحت سيطرتها. وبالتالي كان هناك حتى تقرير لشتت بريس عن يعني يكشف عن قيام هذه الميليشيا الإرهابية في الحقيقة بمنع وصول يعني أدوية تتعلق بأوبئة الكوليرا وحمى الضنك، وهذا أدى إلى تفشي الأوبئة بشكل كبير. الآن نحن نشهد موجة ثالثة من هذا الوباء الذي اجتاح مناطق شاسعة في اليمن، وخصوصا في المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثية. الميليشيا الحوثية أول ما دخلت العاصمة صنعاء عملت على مصادرة الموازنات التشغيلية للخدمات الأساسية بما في ذلك القطاع الصحي، وبالتالي أصبح الناس من غير مرتبات، العاملين أقصد في أو الكوادر الطبية العاملة في المراكز الصحية من غير مرتبات ومن غير موازنة تشغيلية، وكان الناس بالتالي عرضة للأوبئة وللأمراض، ناهيك أيضا عن انتشار النفايات وحرمان يعني موظفي النظافة من حقوقهم ومستحقاتهم، وتسخير كل هذه الإمكانيات لحساب مجهودها الحربي أو لتسخيرها للحرب والعدوان. هل هناك تقصد برأيك من ميليشيا الحوثي بتعطيل المساعدات الإنسانية لليمنيين أو المدنيين؟ طبعا هي تمارس نوعا من العقاب الجماعي على المجتمع اليمني، لأنها تعرف أنها جماعة منبوذة لولا العنف والتسلط والغطاء السياسي الذي تحظى به من بعض الفاعلين الدوليين والدعم من إيران، أنها منبوذة تماما في المجتمع اليمني، وبالتالي تحاول أن تمارس القمع والترهيب في المجتمع من أجل الإبقاء عليها يعني على وجودها كسلطة. وبالتالي أعتقد أنه يعني هذه الميليشيا لا تتمتع كما قلت بأي شعور بالمسؤولية تجاه المجتمع وتجاه السكان، فبالتالي تعمد إلى حرمان الناس من حقهم في الحصول على الخدمات الطبية والصحية، وبالتالي أدى إلى تفاقم المأساة الإنسانية على هذا النحو. الأستاذ محمد الأحمدي الحقوقي اليمني كنت معنا عبر الهاتف من اسطنبول، شكرا جزيلا لك.